بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زلنا في رحال علم السلوك والتزكية من خلال شرح هذا النور المبارك الموسوم بمطهرة القلوب من قطرة العيوب للعلامة محمد مولود بن أحمد فال اليعقوبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فنواصل بإذن الله تعالى التعليق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: والغش إخفى ضرر ديني أو دنيوي ولو عن الذمي أو المعاهد، وبعض شرحه بأنه تزيين غير المصلحة. نعم، قال رحمه الله: والغش إخفى ضرر ديني أو دنيوي ولو عن الذمي أو المعاهد، وبعض شرحه بأنه تزيين غير المصلحة. يتكلم عن الغش، وهو آفة أيضا من آفات النفوس التي ترجع بالفساد والإفساد على الفرد والمجتمع. فتكلم لنا عن الغش، وكثيرا ما يقع الناس في الغش. الغش في اللغة العربية ضد النصح، ضد النصح، غشه إذا لم ينصح له. وأصله في اللغة من الغشش، وهو المشرب الكدر. المشرب الكدر، المشرب الذي خلط بكدر، هذا هو أصل الغش. الغش، فالغش في اللبن مثلا، خلط اللبن بغيره، فيه معنى الخلط والاختلاط، فمعناه العام عدم النصح. وأما معناه المذموم في الشرع فهو قريب من المعنى اللغوي الذي هو عدم النصح. لكن الناظم رحمه الله تعالى ذكر له تعريفين. قال: والغش إخفاء ضرر ديني أو دنيوي ولو عن الذمي أو المعاهد. فالغش، ما معنى الغش؟ أن يخفي الإنسان ضررا أو عيبا دينيا أو دنيويا. أن يخفي عيبا دينيا أو دنيويا، أن يوجد عيب فيخفيه الإنسان عن غيره. من التعريف مثلا هو إخفاء عيب على وجه لو علمه المبتاع غير المشتري لكرهه. يجي المشتري يشتري شيئا فتخفي ذلك العيب أو ذلك الضرر، بحيث لو علمه المشتري لما اشترى لكره ذلك. هذا الغش، فهم يقربونه بمثل هذه المعاني. قال: والغش يخفى ضرر ديني أو دنيوي ولو عن الذمي أو المعاهد. فالغش حرام سواء كان مع المسلم أو مع الكافر المعاهد أو الذمي. المعاهد أو الذمي، أما المحارب فله شأن آخر. المعاهد من بيننا وبينه عهد من الكافرين، أو من كان ذميا يعيش مع المسلمين وفق الأحكام الشرعية التي تتعلق بأهل الذمة، أو من كان بيننا وبينه عهد. فكونه كافرا لا يبيح لنا الغش معه كما سيأتي. تعريف ثاني، وبعض شرحا، وهو المراد المتالي رحمة الله عليه في فتح الحق، أنه تزيين غير المصلحة، يعني تزيين الشر، تزيين المفسدة بالقول أو بالفعل، بأن يري أخاه المسلم الشر في صورة الخير. يكون الشيء شرا فيزينه له ويجعله في صورة الخير بالقول أو الفعل. يكون هذا بالقول، أحيانا يكون بالفعل. وبعض شرحه بأنه تزيين غير المصلحة. فالغش محرم في شريعة الإسلام بالإجماع، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم الذي جاء في صحيح مسلم: من غش فليس منا.
في رواية من غشنا. أصل الحديث ما رواه مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام، لطعام يواع، على صبرة طعام فأدخل يده فيها فأصاب بللا، حين أدخل يده فيها أصاب بللا جلس. فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال له: أصابه مطر السماء. فقال عليه الصلاة والسلام: هلا جعلته فوقه حتى يراه الناس؟ من غش فليس مني، من غش فليس مني. في رواية من غشنا فليس منا، ورواية من غش أبلغ، فتعم من غش المسلمين وغيرهم. الغش في ذاته محرم، في ذاته رذيلة، سواء كان مع المسلمين أو مع الكافرين، مع المعاهدين أو الذميين. قال عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا. فدل هذا الحديث على تحريم الغش، هو محرم بالإجماع كما حكاه العظيم أبادي رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة. الغش محرم بالإجماع بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الآيات القرآنية التي تكلمت عن الغش إنما تناولته شاملة له لا ناصة عليه، كما في قوله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. من جملة ما فسر به أداء الأمانة عدم الغش. كذلك من الآيات ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل، أسره مقاتل بن سليمان رحمه الله، أي من غش كان في الدنيا. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى على لسان أهل الإيمان: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، فسره مقاتل بن سليمان غش، لا تجعل في قلوبنا غش، يعني ليس منحصرا في هذا لكن مما يشمله ويدل عليه. كذلك في قوله سبحانه وتعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لك خائنة الأعين الغش، كانوا يغشون النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأنبأهم أنه سبحانه وتعالى عليم بذلك. وهكذا جاءت آيات قرآنية تشير إلى هذا وتتناوله. فالغش محرم، محرم مع كل أحد، لأنه رذيلة في ذاته. الغش في ذاته رذيلة مفسدة للنفس البشرية وللمجتمع وللدول بأسرها. كلنا نرى ونشهد ما تعانيه كثير من الأمم والدول والشعوب من التخلف والفقر والفساد في كثير من الميادين بسبب الغش وعدم الأمانة. الغش ليس منحصرا في البيع والشراء كما سأذكر بعد قليل، نعم، الغش بجميع أنواعه. العلماء تكلموا عن أنواع الغش، ذكروا أنواعا كثيرة، ولم يقصدوا إلى الاستقاء، إلا فأنواع الغش لا تنحصر، لكن يحاولون أن يتتبعوا أهم أنواع الغش. فيبدأون مثلا بالغش في البيع لورود الحديث فيه صراحة، هذا من أنواع الغش. الغش في أن يكتب الإنسان العيب أو الضرر الموجود، وهذا حرام. يجب على المسلم أن يظهر حقيقة ما عليه هذا الشيء المبيع، كما قال عليه الصلاة والسلام: بيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وخانا محقت بركة بيعهما، نجد بركة. فالمسكين الذي يغش ويظن نفسه أنه سيربح مسكين، فهذا الغش بأن يكتب عيبا في السلعة، هذا محرم، أو بأن يطفها في الميزان، ينقص شيء من الميزان. وإلى المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، لا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم.
من الغش في البيع التطفيف. التطفيف التطفيف في الميزان، ولو كان قدرا يسيرا. الفقهاء يتكلمون عن مسألة التطفيف بحبة ويعدونه من الكبائر، هو من صغائر الخسة، وصغائر الخسة من الكبائر. قلت حبة وشنو هي حبة؟ إيه، لأنها حبة كان ذلك كبيرا، لأن هذا يدل على ضعف الإيمان في هذا الإنسان وعلى عدم مبالاته. حبة تعصي الله تعالى من أجله، حبة سموها صغائر الخسة، هي صح صغيرة لكن لأنها خسيسة فهي كبيرة أيضا. يقول لك وجدت حبة، حبة من هذا وحبة من هذا وحبة من هذا. هذا لا لا، حتى وإن كان الشيء الذي يطفف فيه خسيسا لكنه كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه يدل على عدم المبالاة، يدل على عدم المبالاة، وهذا من حدود الكبيرة. الكبيرة اختلف في تحديدها وتعريف، يعني ضابط الكبائر اختلفوا في الكبيرة الضراب والضحك والسيوطي كوكب الصابع، وفي الكبيرة الضراب والضحك فقيل ذو توعد وقيل حل وقيل ما في جنسه حد وما إلى آخر مقام. ثم قال ومرتضى قول إمام الحرمين معصية تؤذرنا بدون مين، بقلة اقتراب من أتاه وقلة ورع من تقوى. إمام الحرمين جويني، يعني فعل يدل على عدم المبالاة بالله عز وجل، الخوف من الله لا يبالي. معصية تؤذرنا بدون مين، بقلة اقتراب من أتاه بالدين والرقة من تقوى. أن تقاه وإيمانه رقيق وضعيف. وقيل ما في جنسه حد وما بنصه كتابنا قد حرم اقتمة البيت. قيل ما قال وفي الكبيرة اضطراب إذ تحد فقيل ذو توعد ما توعد عليه بنار وعذاب. هذا مذهب كثير من أهل العلم، أن الكبيرة ما توعد عليه بعذاب أو نار. وقيل ذو توعد، وقيل حد ما فيه حد كالسرقة فيها حد، قطع اليد كالزنا فيها حد، اللي هو الجلد أو الرجم، كالقذف كبيرة فيها حد. قيل ما في جنسه حد وما بنصه كتابنا قد حرم ما حرم نصا. ثم يقول المرتضى قول إمام الحرمين اللي هو أبو المعالي الجويني معصية تؤذننا بدون مين، بدون شر، بقلة اكتراث من أتى لا يبالي بالدين والرقة من تقوى. يعني فعل يدل على أن إيمان هذا الإنسان والإيمان ويقينه وخوفه رقيق لا يبالي، قلة اكتراف من أتاه بالدين والرقة من تقوى. فهنا تطفي بحبة عدوه من كبائر، لأنه وإن كان من صغائر، لأنه من صغائر الخصة. فالغش هذا في البيع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من غش فليس منا في البيع، فليتق الإنسان ربه في هذا. والمؤمن الصادق يبين الأمر كما هو. أهل الورع، يعني عندنا أخبار كثيرة تروى في تراثنا الإسلامي العظيم من أهل الورع وأهل الصدق، كانوا يعني يفعلون، يعني يذكرون بعض العيوب اليسيرة التي قد لا يكون عيبا، لكن لشدة ورعه يذكره، لشدة ورعه. مثلا يريد أن يبيع جارية، ليس بها من بأس، قل إن أنها يوما فعلت كذا، شوف قل فعلت يوما ما فعلت كذا، مع أن هذا لا يلزم، طباع الناس أخلاقهم تتغير، وليس حين يشتري جارية نعم يسأل عن خلقها، لكن لا يلزم أن يفصل له القول عن أخلاقها وكانت كذا وكذا. يبيع دابة فقل هي كذا لكن فيها كذا، يوم كذا وقع لي معها كذا، هذا من شدة الورع، لا يخفي عيبا من عيوبه. وهكذا هذا هو هكذا المؤمن. فعنا الغش في البيع، كذلك الغش في الشهادة، وهو من أشد أنواع الغش، شهادة الزور. شهادة الزور من الغش بالقول، لأن فيها ميلا عن الحق إلى الباطل، هذا هو أصل الزور. الزور أصل معناه الميل، يجب رجز من الأوثان واجتنبوا قول الزور. الله حرم قول الزور، قول المالك مائل عن الحق إلى الباطل. قال عليه الصلاة والسلام ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، وكان متكئا فجلس. وعدها النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر والعياذ بالله. ف
فشهادة الزور أيضا من الغش، يغش الإنسان بها غيره حين يشهد مثلا بالزور للمدعي على المدعى عليه، أو يشهد للمدعى عليه ضد المدعي فيكون ظالما في هذا، هذا من الغش. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من غش فليس منه. أيضا من الغش الغش في النصح، الغش في النصح أن يستنصحك إنسان وأرشد كذا فترشده إلى ما فيه فساده لا ترشده إلى الخير بسبب الغل أو الحقد أو مرض من أمراض النفوس، هذا أيضا من الغش. واحد يأتي يستنصحك، وهذا من حق المسلم على أخيه، وإذا استنصحك فانصح له إذا كنت على بينة من الأمر. أما إذا لم تكن على بينة قل الله أعلم، لا تخبره بشيء، أو كانت المصلحة تقتضي السكوت فاسكت. هذه مسألة كثيرا ما يسأل عنها، سيسأل عن أهل البيت ورجل يريد أن يتزوج منه وهو يعرف أشياء عن هذه البنت ولعلها قد تابت منها، ما يروح يقول والله فعلت كذا وكذا، خاصة الناس يخافون، يقول لك طيب هو يستنصحني لكن أنا أخشى أن أكون سببا في صرفه أو في إقباله فيجد الأمر على خلاف ما يريد فيتهمني. نحن نقول الأصل أن تنصح له وأن تخبر بما علمت بشرط عدم المخالفة الشرعية، بأن تفضح ما ستره الله سبحانه وتعالى أو نحو هذا. ففي الأصل أن تنصح، أن تخبر بما علمت من غير ما يقتضي مخالفة شرعية. إذا ترجحت المصلحة أن تسكت فسكت، قال الله أعلم، اسأل غيري مثلا حتى لا يورط الإنسان نفسه في مثل هذا. لكن إذا كان يعلم أنهم من أهل الخير فيخبره أنهم من أهل الخير وأنه كذا، وإذا علم أنهم من أهل الشر فيخبره أنه هذا الذي علمه، قد يكون حالهم قد تغير. وهنا نصيحة دائما ننصح بها إخوانا، الإنسان يعود نفسه ألا يملي على غيره ما يفعل، هذا خلق الكرماء والنبلاء والعقلاء، عود نفسك ألا تملي على الإنسان ما يفعل، انصح له ودع الاختيار له، ما ضغطش عليه، لا لا والله لا باس وكذا وتدفعه، لا 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 العاقل لا يفعل هذا، العاقل لا يفعل هذا، قد يتغير الأمر وقد يجد الأمر على خلاف ما يريد، من سيتهم؟ سيتهمك أنت. ففي كل موقف الإنسان يحث غيره على الخير لكن من غير إفقاد ومن غير إحراج، قال ما رأيك في كذا؟ قال ما شاء الله كذا وكذا وكذا، اترك الأمر له. نعم قد يحتاج الإنسان إلى تثبيت، قد يحتاج الإنسان إلى تقوية، تعرف هذا الصديق أنه يكثر منه التردد، نعم لك أن تحثه وأن تدفعه إلى خير تعلمه أنه خير محض لا ضرر فيه، أما الأشياء التي تحتمل وتتغير فانصح له ولا تلزمه ولا تثقل عليه بشيء. فالنصح هذا مما أمرنا به في ديننا، أن ننصح لمن استنصح، قلنا وشرعنا بما علمنا وما شهدنا إلا بما علمنا، فننصح له ولا نغشه لا نكتم عنه. الحقيقة قد جاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. النصح تصور هذا مما بويع عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وقعت به البيعة لما بايع النبي عليه الصلاة والسلام بالإيمان، من جملة ما بايعه عليه أن ننصح للمسلمين وأن لا نغشهم، نكون صادقين مع الله تبارك وتعالى ومع أنفسنا ومع غيرنا. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي رقية التميم بن أوس ذلك في صحيح مسلم قال لله ولكتابه، دين النصيحة دين النصيحة دين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. هذا من أنواع، أيضا من أنواع الغش، الغش في التعلم أو التعليم، الغش والإنسان يتعلم وهذا كارثة، قد بيّن العلماء أن هذا من الغش المحرم وأنه لا يجوز التسبب فيه. يقول لك وش فيها هذه القراية هذه الإنسان يأخذ شهادة، هذا من الغش، هذا من الغش. وتصور لو ينتشر الغش بين المسلمين، لو كان كل إنسان يغش غيره سيعم الفساد الأرض، لو كان مثلا الطبيب
حصل على شهادة بالطب بالغش، يعني هو ليس طبيبا، هو طبيب لكنه ليس طبيبا، لأنه هذا ميكانيكي مثلا، هو ليس كذلك. في كل سينتشر الخراب في الأرض، وذلك الغش احنا لا يحصل أن نتناوله فقط ببيان حكمه، لا، نبين أضراره للناس. وهذا مسلك الربانيين والمربين الذين يربون الناس. ولدك مثلا حين تنهاه عن الغش، حاول تفهمه فلسفة الغش، لماذا الغش حرام؟ قل له تصور قاعد غش، كيف يعني انت تغش ولا يغش ولا يغش؟ الكل تصور لو كان الغش مباح، معلش كل واحد يغش، كل شيء يصير لا معنى له، يصير لا معنى له. يعني هذا الطبيب، هذا العالم، هذا كل واحد في تخصصه يغش، فينال شهادة على أنه حاز رتبة علمية وليس من أهلها، فيكون مثلا طبيبا وليس طبيبا، فيكون مهندسا والواقع أنه ليس مهندسا، هذه كارثة، سينتشر الخراب في الأرض. فالغش حرام سواء في تعلم الشيء أو في تعليمه، الإنسان يعلم العلم، يعلمه بنصح ويبين الحقائق كما هي، ويتقي الله تعالى ويستحضر معنى الأمانة ومعنى النصح لأولاد المسلمين وهو يعلم، لا يجوز له أن يكتم عنهم ما علم فيه مصلحته، ولا يجوز أن يكتب عنهم ما فيه مضرته، يكون صادقا في تعليمهم وفي يعني إلقاء هذه المعارف عليهم. أيضا من أخطر مع الغش، الغش الذي يكون بين الراعي والرعية، هل نكتفي بهذا لأنه طولنا؟ غش الراعي لرعيته وغش الرعية للراعي، هذا من أخطر يا مارش، تفسد وتسقط دول بهذا الغش، أن تكون الرعية غاشة لراعيها، كحال المطبلين للظالمين، لا يكر دائما ما أشكر كل شيء تمام، والفساد ينخر الأرض، يوجد شيء كل شيء لبس، هذا من الغش. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالأمر بالمعروف ونهي عن المنكر والنصح، ولم يستثني أحد، دين النصيحة، دين النصيحة، دين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. لم يستثني أحد النصح، إمام أكبر ينصح، لكن ينصح بالضوابط الشرعية، ما لا يفضح على المنابر وفي العامة ويعني وتبلب عليه البلد، لكن ينصح، يجلس إليه ويذكر بالله سبحانه وتعالى ويبين له الحال كما هو. قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا عن الترمذي وغيره أن من أعظم أنواع الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، لكن عنده كلمة حق عند سلطان جائر تقولها له وتذكره بالله سبحانه وتعالى. ولذلك الكثير من الظلمة من أسباب ظلمهم البطانة الفاسدة، من حولهم يزينون لهم أعمالهم وأنهم على خير وأن البلاد في خير وعافية ونعيم عظيم، وذلك هذا ليس عذرا، هذا ليس، لكن هذا من أسباب الفساد، هذا ليس عذرا. الولي يلزمه أن يتفقد رعيته، ولنا أروع الأمثلة فيما كان من عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فاروق عمر وهكذا الخلفاء الراشدون ومن جاء بعدهم بمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان مرة يمشي في شوارع المدينة فسمع امرأة فقيرة تعتب على أمير المؤمنين وتدعو عليه، تقول كيف هذا لم يلتفت إلينا ولم يعلم بحالي وهي لا تعرف، فمر بها عمر وهو خائف يرتجف وقلها يا أمة الله وما يدري أمير المؤمنين بحالي، أمير المؤمنين عنده آلاف الناس ومن يقدر يعرف يا أمة؟ قالت له هو مسؤول. فرجع عمر خائفا يرتجف إلى بيت المال وأخرج لها الطعام وحمله على ظهره رضي الله عنه، وجاءه ولده قال دعني أعينك يا أبتي، قال إليك عني، أتحمل عني أوزاري يوم القيامة؟ وانطلق إليها وأطعمها وأعد لها الطعام وأخذ يطعمها حتى يرضيها. هذا عدل فاروق عمر رضي الله عنه، وكان يقول لو أن بغلة عثرت بالعراق لخشيت بالبصرة لخشيت أن يسألني الله عنها لما لم تسوي لها الطريق يا عمر.
هذا تحمل المسؤولية. كلكم راع، كلكم مسؤول عن رعيته، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن كما ذكرت نصح الرعية للراعي بالضوابط الشرعية، غير نشر الفوضى وتأريب القلوب وما إلى ذلك، كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فلينصحه لنفسه ولا يبده علانية. والعكس، أن يغش الراعي أمته، أن يغش الراعي أمته بأن لا يتحمل مسؤوليته ولا يتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسؤولية التي ولاه الله إياها. وهذا جاء فيه وعيد عظيم، جاء في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم يسترعيه الله رعيته، مسؤولية يعني بدأها من الإمام الكبرى من رئاسة الدولة وانزل مسؤولية، وزارة، مدير شركة، مدير مدرسة، كل ما من مسلم يسترعيه الله رعية، مسؤولة يموت يوم يموت وهو غاش لها، لم يكن ناصحا، كان غاشا، إلا حرمه الله على الجنة، حرمه الله على الجنة، يعني لن يدخله والعياذ بالله. هذا غش الرعية، لأنك مسؤول عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. والعدل به قامت السماوات والأرض، العدل به قامت السماوات والأرض. ولو سئل الإنسان عن القيمة العظمى الكبرى في الإسلام لكان الجواب الصحيح الموفق المزهر هو العدل. أعظم قيمة في الإسلام هي العدل. قد يقول الإنسان: التوحيد، التوحيد عدل، التوحيد عدل مع الله، وضع الشيء في موضعه، عبادة الله وحده دون ما سواه. ولذلك سمى الله الشرك به ظلما، إن الشرك لظلم عظيم، والتوحيد هو عين عدل. قد أرسلنا رسلنا من بينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الله يقول هذا، قال لك: أرسلت الرسل وأنزلت معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط بالعدل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بالعدل في أقوالنا وأفعالنا وفي جميع أحوالنا، أمين اللهم. فأنواع الغش كثيرة، وكلها محرمة وهي متفاوتة في مراتبها، فيجب على المسلم أن يحذر من الغش وأن يكون أمينا وأن يراقب الله سبحانه وتعالى، ويذكر دائما قوله عليه الصلاة والسلام: من غش فليس مني. فيكفي تنفيرا من الغش أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تبرأ من أهل الغش. نسأل الله السلامة والعافية.